تستمر حملات مؤسسة مثابرون في زراعة الأشجار داخل مدينة الموصل. اليوم حملتنا في حي البكر في الشارع الوسطي في حي البكر بالتعاون مع متطوعين من أهالي المدينة. نفتخر كمؤسسة في هذا الموسم بشريك إعلامي وهو راديو الغد. موضوع التبرعات هو شيء جدا مهم بحملاتنا. هذا اليوم احنا عندنا حملة بتمويل من الشركة الوطنية للتقسيط، تكفلت بشراء الأشجار وتكفلنا احنا كمتطوعين في مبادرة شجر لزراعة هذه المساحة. من المهم ان يكون لكم مبادرة، لان احنا اذا نسعى واحنا اذا نقدم ونساهم راح نشعر بقيمة الشجرة لما تنزرع، لان راح احسها هي جزء من اموالي وغرست امام بيتي وبمدينتي. بهذا الموضوع راح نحول المدينة الى مساحات خضراء، وانتم تشوفون امامكم في كل يوم نزرع أكثر من 100 شجرة، وهذا اليوم عندنا 100 شجرة بالشارع الممتد ما بين جامع الله أكبر إلى دورة البكر.